بالنسبة لي مهرجان تطوان تنتابه من مدة عمر لما حضرت يعني كانوا تيتدعوني في السنوات الأخيرة ولكن يمكن هذه المرة أكتب لي باش نجي خصوصا أنا من التكريم ديال المخرج ديال المغربي الكبير سعد الشريفي التكريم ديال سعد الشريفي التكريم السينما المغربية التكريم أهل المغربيين تنتمنى استمرارية نجاح هذا المهرجان استمرارية كبيرة إن شاء الله الوصول للدورة 100 و120 تقبل ديال المواطن المغربي هذا بعد تيجاوب عليه الجمهور اللي شاف الفيلم اولا الفيلم في القاعات السينمائيه كان اول خروج ديالو دور ديالو في مهرجان مراكش في القاعات السينمائيه وكان بان نجاح كبير هذا كان في يعني حاجه يعني من الفيلم ناجح اما اللي تيتكلم فقط على الجرأه ديال الدور ديالي فتنظن بان انك الدور ديال كبرت الدور هو الدور اللي تساهم على القصه ما تنظنش بان عرفتش نقول لك على القضيه بان انا قلت واحد الدور وكنتحمل المسؤوليه ديالي كامله وكندافع كندافع على الحريه ديال الممثل اداء الادوار وكنتسنى هو اوصي لا بديش اوصي هو اوصي